للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا رئيس قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذة سمية حداد. أستاذة سمية مرحبا بك. يعني بعد مطالبات الأمم المتحدة بتوفير ممر آمن للمحاصرين جنوب غربي سوريا، كيف تنظرين إلى الأوضاع الإنسانية في درعا؟ أهلا بكم. بداية للأسف الأوضاع الإنسانية في درعا ما زالت من سيء إلى أسوأ حتى هذه اللحظة. وأوضاع النازحين على الحدود القريبة من الجولان بل تعتبر من أسوأ الأوضاع. اضطر العديد من النازحين إلى العودة إلى المناطق التي سيطر عليها النظام ووقعوا على اتفاقات تسوية، وهذا الأمر صراحة يثير مخاوفنا لمعرفتنا بأن النظام لا يؤمن جانبه، ولكن كما لم يجدوا حلا إلا العودة إلى هناك، خاصة في ظل أن القصف ما زال مستمرا حتى الآن على ريف درعا الغربي وريف القنيطرة. المدنيون هناك بأمس الحاجة لأبسط مقومات الحياة، لأبسط ما يشعرهم ببعض ولو قليل من الأمان. حاليا هناك قوافل تستعد للمغادرة باتجاه إدلب، تعتبر هذه القافلة الثانية لأهالي محافظة درعا والقنيطرة الذين لم يقبلوا بالتسوية مع النظام وروسيا. طيب ما الذي يعطل إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي درعا رغم الاتفاق الذي تم بين الفصائل المقاتلة والنظام؟ هذه الاتفاقات عهدناها كثيرا فيما مضى. المساعدات تقصد دخول الأمم المتحدة أن تكون بيئة آمنة ومناسبة، والنظام لا يوفر هذه البيئة وبالتالي لا يمكن دخول هذه المساعدات. المساعدات للأسف تصل غالبا جزء منها هذا في حق صلت والمناطق خارج عن سيطرة قوات النظام. شاهدنا منذ فترة دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى منطقة دوما التي كانت في حجم بأمس الحاجة للمساعدات، ما إنها لم تدخل هذه المساعدات إلا بعد سيطرة قوات النظام السوري عليها للأسف. لا تتوفر الشروط، النظام السوري لا يؤمن أي شروط مناسبة تسمح لقوافل المساعدات من الأمم المتحدة بالدخول إلى المناطق. هل يمكن أن يؤدي إخلاء الدفعة الرابعة من أهالي كفرية والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى حل أزمة درعا؟ موضوع قصية والفوعة موضوع مختلف تماما. عملية إجلاء حالي نتيجة قصية والفوعة يخضع لاتفاق المدن الأربعة الذي عقد في بدايات عام 2017، هو تتم هذا الاتفاق ولا علاقة له بالنواحي حاليا في درعا. درعا خضعت لعدة اتفاقات كما نعلم جميعا، لدينا اتفاق التبعيد في أيار 2017، بعدها في عندنا الاتفاق الثنائي الروسي الأمريكي وقت إطلاق النار، كمان دخل في حيز كان في 9 تموز 2017، واخيرا كان في توقيع مذكره تقدير تاسيس منطقه خفض صفر اي جنوب سوريا، دخلت كمان يوم 11/2/2017، وهذا لم يحمي درعا من ان تتعرض للحمله الهجوميه العسكريه الشرسه التي تعرضت لها كثيرا، وتسببت بمقتل ما لا يقل عن 500 مدني وتهجير ما لا يقل عن 200,000 مدني من منازلهم الى مناطق تفتقر لابسط مقومات الحياه، في ظل ايضا كان في قرار بمنع الامم المتحده منع المساعدات العابره. شكرا لك. نشكرك شكرا جزيلا من أنطاكيا رئيس قسم التقارير في الشبكه السوريه لحقوق الانسان الاستاذه سميه حداد.